السلام عليك يا مولاي. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أسمعي، أسمعنا ما عندك. حاضر يا مولاي. صوت صفير البلبلي هياج قلبي التاملي، الماء والزهر معا مع زهر الأحد المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولاي، فكم تيمني غزيل عقيقلي. قطفته من وردة ملت من ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. وخود ما لطار بل الفعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويلي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كد نض وجد بالموقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. شممت بأنا في أزهى من القرنفلي، في وسط بستان الحلى بزهر والسرور لي. والعود دندان لي وطبل طب طاب لي، طب 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 طاب لي. وسقف سقساق لي والرقص قد طاب إلي. شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي. ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كخفي ومن حويللي. لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء مالك معظم مبجل يأمر لي بخلعة كالدم داملي. أجر فيها ماشيا مبغددا للديالي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي. نظمت قطعا زخرفة يعجاز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي، صوت صفير البلبلي، صوت صفير البلبلي. مولاي، هل سمعت بهذه القصيدة من قبيلني؟